مرحبا فيكم من جديد بقناة بيت ومطبخي مع راما. وصفتنا لليوم رح يكون نوع من الحلويات الشرقية بطريقة مختلفة. رح نعمل مع بعض مفروكة اللوز. تعالوا نشوف سوا طريقة تحضيرها، لكن قبل ما نبلش بتمنى تشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، ولا تنسوا اللايك إذا عجبكم الفيديو. ويلا نروح سوا لنحضرها للسويت الطيب. بجيب طنجرة حجم وسط وبحط بقلبها كوب واحد من كريمة الخفق ونص كوب حليب سائل، معلقة كبيرة سكر. بجيب على جنب ربع كوب حليب سائل مع معلقتين كبار من نشا الذرة وبدوبه فيه وبنخلطه مع بعض. وبعدها بديرها بالطنجرة اللي فيها الحليب والكريمة. بحط الطنجرة على نار وسط ومنضلنا نحرك المكونات لحتى ما تحترق معنا، لأنه الحليب ممكن يحترق بكل سهولة. بنضل نحرك خليط الكريمة والحليب ليصير قوامه سميك. بعد ما وصل الحليب والكريمة للسماك اللي بدي اياه، رح تضيف حوالي نص كاسة فستق حلبي حبة كاملة مع معلقة كبيرة من مية الورد، وبرجع حرك المكونات مع بعض ليغلي الحليب. بنزل الخليط بصحن بايركس لحتى يبرد، وبغطيه ببلاستيك وبحطه بالتلاجة لمدة ساعة أقل شي. خلال هالفترة رح نبلش بتجهيز عجينة اللوز. بجيب 2 كوب لوز مطحون، ونص كوب سكر بودرة، وبخلطهم شوي بإيدي. وبنزل فوقهم ربع كوب قطر عاملته من قبل، ولازم يكون القطر هون بارد. وببلش بالعجن بإيدي ليصير مثل المعجون، وبحطها بصحن صغير وبحطها بالتلاجة لمدة نص ساعة أقل شي لترتاح العجينة وتتماسك. وبرجع أطلعها بعد نص ساعة وبرجع أعجنها بإيدي مرة تانية. رح تلاحظوا إنه العجين صارت أنعم وأطرى من قبل، وهون فيك تشكلي. بجيب قالب بلاستيكي اللي بدي احط فيه العجين، ورح استخدم هذا النوع من القالب، وهذا القالب انا مشتريته عن طريق الامازون اونلاين. هلا بجيب قطعة صغيرة من عجينة اللوز وبحطها جوات القالب مع ضغطة خفيفة لحتى شكل العجين مثل ما عم بتشوفوا في الفيديو. بحط معلقة كبيرة من خليط الحليب،
وبرجع بسكره من فوق بقطعة صغيرة من عجينة اللوز. بقلبها وبطلعها من القالب وبحطها بصحن التقديم. وبزينها بالفستق الحلبي المجروش وقطعة من الورد وبتتقدم. وهيك وصفتنا لليوم صارت جاهزة طيبة كتير وحلوة تتساوى إذا كان عندك جمعة أو لمة عيلة. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. بشوفكم قريبا بإذن الله. صحتين وعافية.